تاني هنقول يا كريم ده امر طبيعي جدا، وقسنا على ده ومش فكره قارنا نفسنا بنوادي عالميه زي برشلونه او بي اس جي او مانشستر سيتي او مانشستر يونايتد، ملاش علاقه بالمقارنه على قد ما ليه علاقه بالحاله، الحاله مماثله بشكل كبير. وده كان بياكد قصه ان انت ككيان كشخص كاي شيء لا يمكن تكون على القمه مدى الحياه، دي ما تبقاش معدلات الحياه الطبيعيه. فطبيعي جدا الابس اند داونز زي ما بيتقال، بس تاني البطل بيقع بس بيرجع على طول يقف على رجليه مره ثانيه. هو ده حال النادي الاهلي، واحنا اتكلمنا في ده تاريخيا. حتى لما قلنا خساره الدوري، احنا كان بقالنا 20 سنه لا ما خسرناش الدوري مرتين ورا بعض، هنقعد بقى نكرر خلاص يعني؟ ده على سبيل المثال يعني. فامر طبيعي جدا ما فيش مشكله، لكن تعال بص لارقامك وتعال بص اي منافس حتى المنافس الاقرب ليك، لا فرق كبير قوي، لا فرق كبير قوي. فاحنا مش هنتكلم بقى في ده، هنتكلم في اللي جاي زي ما كريم اتكلم، وزي ما احنا هنفضل نقول مباراه في غايه الاهميه، ولازم ان احنا مش هقول لازم ان احنا نفوز بس، لازم ان احنا نعوض، لازم ان احنا كمان فريقنا يفرح الجماهير، لازم ان احنا نعيد للنادي الاهلي تاني يعني المكانه بتاعته، ده اللي احنا منتظرينه. لكن خلي بال حضراتكم من حاجه، لا قدر الله لو اي شيء حصل يا كريم، ده مش هيقلل من حبنا لهذا الكيان، ولا الجماهير هتقول انا خلاص مش هشجع النادي الاهلي، الكلام ده مش وارد ابدا، احنا يعني مش في القاموس عندنا. لكن اكيد احنا عندنا الرغبه الشديده جدا اكتر من اي وقت كمان فات، خلينا طبعا نقول طبعا ان احنا نفوز في مباراه السوبر القادم. وتاني انا مش عايز اخش في تفاصيل دلوقتي، لكن خلينا نتكلم يعني على ارض الملعب كده زي ما بيتقال. لا مباراه بطوله اعتقد الحظوظ هتكون باذن الله يعني مفروض 50-50. ثقتنا كبيره جدا في لعيبه الاهلي جدا، خصوصا المواقف اللي زي دي زي ما كريم كان بيتكلم برضو هتفرق معانا بشكل كبير. والمواقف اللي زي دي هي بقى اللي بتعرفك مين هو الاهلي بالظبط. لما انت بتبقى منتظر وعندك مباراه تقيله قوي، بتبقى عارف ان الاهلي مش هيكسفك، الاهلي بالعكس هيشرفك بشكل كبير. الحضور الجماهيري كمان نقطه مهمه عايزه اتكلم فيها، لان هيبقى ليه، وهو مش هيبقى ليه، هو طول عمره ليه تاثير كبير على الفريقين. لكن تعالوا نروح شويه لاحصائيات كمان مواجهات الاهلي والزمالك، لان مهم قوي واحنا مقبلين كده نتكلم عن الاحصائيات في السوبر تحديدا. طيب بلغه الارقام، هم واجهوا بعض تحديدا 7 مرات، الاهلي كسب في 5، الزمالك كسب مرتين، واول مواجهه بينهم كانت 2003. ده بلغه الارقام، برضو في جاب تالي كبيره طبعا. طيب صاحب الرقم القياسي فوزا باللقب برصيد 11 مره الاهلي، يلي الزمالك برصيد 4 مرات، بالرغم طبعا زي ما اتقال التفاوت في الارقام سواء في تاريخ المواجهات او بالتتويج باللقب، الا هنرجع نقول تاني الاهلي دايما معودنا ان الكره في الملعب، والموضوع ملوش علاقه برضو برانكينج او بعدد حصولنا على بطولات او غيره، لكن احنا لازم اكيد برضو نفتخر بتاريخنا، ولازم نبقى عندنا برضو مع الفخر بهذا التاريخ شغل على الارض بيتم. فمباراه قويه، مباراه حاسمه طبعا، مباراه الملايين بينتظرها، الاستاد ده كومبلي يا كريم يعني طبعا أكيد. وزياده لا الموضوع اكيد هيبقى حدث مهم جدا يوم الجمعه. طبعا احنا مش هنبقى مع حضراتكم، لكن اكيد التغطيه على قناه الاهلي هتكون لحظه بلحظه بتنقل صوره حيه لحضراتكم على مدار اليوم كله يعني لغايه انتهاء المباراه، وبعد كده مع الاستوديوهات التحليليه المختلفه. ويا سلام بقى لو جينا يوم الاحد ان شاء الله وابتدينا بجولتك الشهيره صباح النصر. لا بص بقى طبعا، احنا مش هنبتدي بصباح النصر بس، لازم يبقى في يعني دخله مختلفه بقى يا كريم بصراحه، لازم نحتفل يعني. احنا بجد والله العظيم انا فاكره حتى يوم الثلاثيه بتاعت الاهلي، لما انا وانت كنا مع بعض على الهواء وقتها، كنا تاني يوم على طول على الهواء، حتى اتقال لنا خلاص يعني ما تفرحوش قوي. لا انا عايز افرح قوي يعني، بصراحه انا عايز افرح قوي لان يعني الموضوع يستاهل، ليه ما نفرحش قوي؟ لا نفرح لما ان شاء الله هيحصل باذن الله الفوز يكون للاهلي والسوبر يكون في الجزيره، نيجي بقى يوم الاحد ونفرح لان من حقنا. هنفرح قوي كمان يعني طبعا في اي لقاء بيجمع النادي الاهلي بالنادي الزمالك، ايا كان في الدوري في الكاس في بطوله افريقيه ايا كان، دايما اللقاء ده ليه خصوصيه شديده جدا. لكن الحقيقه المره دي كمان وبشكل اضافي وبشكل استثنائي، اللقاء ده هيكون في منتهى الاهميه من وجهه نظر ومن منظور جماهير النادي الاهلي اللي عملت اللي عليها طول الفتره اللي فاتت وزياده، وحقها بقى انها تبقى قاعده مستنيه وتشوف المردود ايه. واكيد حته التاريخ اللي نهاوند بتقول لحضراتكم عليها، فكره ان احنا لازم نفخر بتاريخنا، وده حقيقي لازم نفخر بتاريخنا، وخصوصا ان هو تاريخ يشرف فعلا، تاريخ مضيء ومنير وحاجه جميله جدا. لكن تفصيلة التاريخ دي كمان لازم تكون محطوطة نصب أعين كل اللعيبة، أكيد هم عندهم قدر كافي من تحمل المسؤولية، لكن من ضمن تفاصيل المسؤولية دي نقطة التاريخ اللي ما ينفعش الصورة الحلوة بتاعته تتهز بأي طبعًا شكل من الأشكال. طبعًا. أنا بص أنت قلت كلمة حلوة، هو كل حاجة المباراة الجاية هتبقى بالضعف. صحيح. يعني احنا طبعًا عايزين الضعف في كل حاجة بجد. طبعًا. يعني فخير إن شاء الله، لكن برضو
تاني في كلام مش ما تخلينيش اقعد اقول تفاصيل دلوقتي. يا ستي ادينا هنقول ولسه عندنا فقره تحليليه. يعني انا عايزه اوفر كل حاجه للفقره بجد، لان لا في نقاط كتيره. اصل الموضوع فارض نفسه الحقيقه يعني. او بصراحه الموضوع فعلا فارض نفسه، لكن في نقاط اكيد مع كابتن عادل تعيم هنستفيد فيها على مدار طبعا الحلقه.